الطالب اللي غنطلب منه ونقول له خويا هاد الشباب راه ما خدام ما مردام، راه حتى شي واحد مالكا كيبغاها، راه انسان راه واحد راه وحله اللي فيه وحله فيه حتى العظم. انسان صاحبي ما لقى حتى طرف الخبز ما غادي ما ياكل. انسان كيترزق الله كيجريو عليه، انسان كيخدم ما كاين لا خدمه لا والو، ما انسان ما لقاش الهدف ديالو كيفاش غادي يعيش. دابا انسان دابا انا كنترزق الله، كنبيعو ونشريو في الزنقه وعندي جوج عيالات وعندي جوج وليدات كنحطو كيجريو علينا، وعاد تابعني الكرا وتابعني الماء وتابعني الضو باش نخلص هاد الكرا، باش نخلص هاد الماء، باش نخلص هاد الضو. عاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. رئيس الحكومه راه كبت علينا. دابا انا مرتي خارجه معايا على قبل المرض ديالي، على قبل الكريز، كنطيح كنترزق لها بالزنقه، كنطيح كيشدني كريز وكنشرب الدويات، ما خليت حتى شي طبيب، كنشرب ديكريتو الكاردينا الارتا، ما خليت حتى شي طبيب وكنطيح، وكيجيو كيديو لينا السلعه وما كيخلوكش حتى ترزق الله. هذا اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، والله ينصر سيدنا. راه خويا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله ينصر سيدنا. اخويا انتوما راه المدام ديالي راهي هاي مسكينه فين واقفه، هاي راهي، وانا عندي عاوتاني كروسه اخرى كنخرجوا انا وياها كنتعاونوا مع الوقت والزمان، كنجيو نشوفوا كنتحدوا كنديروا جميع الحلول وكنعطيو جميع الحلول، والو ما كيخليوش الانسان فين يهضر والو، ديما سد فمك وسكت، تيقول لك سد فمك وسكت، وحنا سادين فمنا وسكتنا، ما لقينا حتى شي هدف، ما فهمتش اخويا ما فهمتش. انا تلاقيت مع داك السيد راه بزاف، هذا السيد هذا راه بغى يفرض الراي ديالو بوحدو، قال لك المغاربه خصهم يترباو ولا ما عرفتش كيقول هذا السيد. السياسه تلقم هذه ما عمر شي حاجه تجيب العنف، ضروري خص يكون التشاور مع الشعب، ضروري خص يكون بزاف د الحوايج، يوفر للشعب شي حوايج. بحال دابا حنا تنبيعو اخويا ونشريو في هذا السوق سنين، وانا تنبيعو شي 10 سنين وانا تنبيعو ونشريو في هذا السوق اخويا، هما حابسيننا دابا فين غنمشيو؟ تتمشي شي سوق اخر تلقى البلايص عامرين، ما تيبغيوكش تبيع وتشري حداهم. ورزق الوليدات، عندنا وليدات اخويا راه من هنا عايشين، هما الناس كاملين كيتسناو هنايا، تيمشيو هما ديك الطونوبيل ديالهم ويحيد هذا المقدم هذا عاد باش الناس يمكن لهم يتفرشوا يبيعوا ويشريوا. شنو هو السبب؟ ما عرفتش. هذا السوق هذا 10 سنين وحنا تنبيعوا ونشريوا فيه، الناس زوينين كلشي هنا البيع والشراء معروفين، تنبيعوا ونشريوا. ما فهمتش علاش جاو لينا حنا بالضبط، جاو لينا قال لك لا ما تبقاوش تبيعوا هنا، وتيخليونا نبيعوا الوقت اللي بغاو والوقت اللي قال لهم راسهم تيحيدونا. ما يمكنش هذا الشيء حشومه صاحبي، اش غنديروا؟ ما عندناش البديل. عينا ما ننتخبوا، راه كاين اللي 30 عام وكينتخب نفس السيستم، الناس كلشي باقي هو، وهادو اللي انتخبوا دابا ونجحوا هاد الناس هادو اكيد طلعوهم صرفقوهم بالزياده. فين هما الناس المسؤولين على هاد السيرفيس دي جيان اللي خصهم يتساراو؟ يا مات الحسن الثاني كانوا لي سيرفيس دي جيان، كانت شحال من حاجه كانت، دابا ما بقاش. الا بغيتيهم خاصك تمشي انت لعندهم وتمشي عندهم وما كتاخذش داكشي اللي بغيتو، ما كيطبقوش معاك القانون، القانون كيطبق على المواطن، مواطن محقور وواكل العصا ولا هضرت تخلى باباه ما بين مول الحانوت والحانوت، تلقى هذاك زيد 40 وهذاك زيد 80. فين هما المسؤولين اللي غادي يجيو دابا؟ داك الناس داك الانسان اللي مسك عليه الله خدام هو ومرته ويعني عايشين كاع ما كيتسوقوا لهاد الزياده. شكون اللي كيتسوق للزياده؟ بحالي وبحال هاد الانسان وبحال هاد الانسان. الطلب اللي غنطلب منه هو يحسن الاوضاع الراعيه، لانه مسؤول على الرعيه وعلى الاوضاع ديالها وتيشوف الحال ديالنا كيوصل. راه ما يمكنش شي مسؤول ما عارفش اش كاين، راه كلشي عارفين، وهاد ديال التواصل الاجتماعي راه عارفين، راه تيدخل تيشوف اوضاع، تيشوف هاد المراه عندها الاولاد مليوحه، هادي ما مخلص الكرا، هذا ما مداير. راه اش غنقول لك، انا تنوجه ليه واحد الرساله بانه خاصو يتقي الله عز وجل، يتقي الله في الرعيه، راه مسؤوليه امام الله عز وجل، والله الا مسؤوليه، والله سنقف امام الله عز وجل. اتقوا الله في هذا الشعب، راكم وصلتوه لواحد الدرجه ديال الانفجار ديال صافي، الاوضاع ديالو كلشي مريض، كلشي النفسانيين، الكرا، الاوضاع المعيشيه، هذا التضيقات. نوصل ليه واحد الرساله بان حنا مشينا للصحراء وضحينا بحياتنا، وملي جينا ما كاينش اللي تسوقنا ولا تسول فينا، ونمشيو على المقاطعه نصوبوا ورقه كيجريو علينا. واش حنا ما عندناش حق في هذه البلاد؟ حنا ماشي ولاد البلاد؟ حنا ما عندناش نهار ديال الحبس، ما عندناش وسخ مع المخزن، دوسينا نقي ومحتفظين على الشراب ديالنا وعايشين بدراعنا، دايرين ربيعه ديال السراج وعايشين بها بلا قسم الله عايشين، وما تسوقنا حتى واحد. ملي نمشيو على ورقه ديال المقاطعه يجري عليك مقدم يجري عليك الشيخ يجري عليك، ما تهضر معاه ما تتكلم، تدخل عند القايد يقول لك ما كنعرفكش. شنو المعمول لواحد عنده 57 سنه وما عندوش لاكار، ما عندوش اوراقيه، عايش مجهول بولادو، مزوج وعنده جوج بنيات، عايش في دار 41 عام وما ياخذش شهاده سكنه باش يصاوب لاكار. هادشي راه عيب، هادشي راه ما عمرو كان في البلاد.